هو سامعيني يا حبايبي؟ انا لايف. تعال نشوف، تعال نشوف اذا انا لايف ولا لا. لايف اللايفي، مستر لايفي. اوف، شايف حالي لايف؟ في صوت؟ هي هو هو هو. مستر الله اوه، شكله في صوت. نايس نايس حبايبي. وينكم؟ ارفعوا ايدكم، ارفعوا ايدكم، ارفع ايدك، ارفع رجلك، ارفع حواجبك. استنى، لحظة، شكله ما في حدا. اللي شايفني يا شباب، شو رأيه انه يزمر يحكي يا شباب ايه؟ ايه اه، في كومنتس كده. استنى شوي. اه اوكي، في صوت، في صوت. يحكي بس بس بس. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ هاو هاو هاو. مستر يوسف فيك بالعربية زير، وينكم؟ استنى استنى، يجمع أكم من حدا. شايفيني كيف الصورة؟ الصورة واضحة، الصورة واضحة يا حبايب قلبي. شايفينك عبد الله، ولا كيف شايفني؟ على التراك عبد الله، شايف السكرين تبعتي يا كذاب، يا كزاز. انا خالد. برو، شو الاسم تبعك؟ انا خالد، انا يوسف. اوف، ممتاز ممتاز. اخ يا الحبايب، اخ، لقد هرمنا انه نسوي اللحظة هاي، اني اسوي فاينلي شير للسكرين من دون ما يكون بيقطع، لاني كتير كنت اجرب اسوي شير للسكرين على الفيسبوك لايف بس كان يقطع. بحياتكم حدا يذكرني كمان 35 دقيقة انه اشرب مي، لانه راح يكون، راح يأذن على 53 اظن بأذن. سو حدا يذكرني، حدا يتصل فيه تلفون، حدا يجيني على البيت، حدا بعرفش، حدا يسوي شيء، تسوي شيء ولا بتسوي شيء؟ راح استنى كمان 3 4 5 6 7 8 ثواني، ومن ثم يوسفيك سوف يبدأ. وك عبد الله، ليش 5 دقايق؟ انتو امتى بتفطر؟ امتى بقدم بتركيا؟ على 3:30؟ send me your phone number. استنى تشرب مي من هلا، بلاش انسى، فاحتياطا بتسحرش، ما بتسحر بس بشرب مي. انا سيف سيفو. يلا بدأنا، قلنا يا رب يا جماعة، يلا قول يا رب. فاليوم سوف أريكم يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، كيف بيتكوين تلاقوا برودكت. نعلمكم اليوم تستعملوا هذا الموقع اللذيذ الجميل العظيم الذي يسمى ويش. في منكم كثير بيعرفوا، في منكم ما بيعرفوا. اللي بيعرفوا او اللي ما بيعرفوا، ما بيعرف انه هذا مصدر كبير للبرودكتس الجميله جدا. وكيف ويش يا جماعه؟ هو مصدر لكثير برودكتس انا بلاقيهم، وبكونوا تريندينج اول اشي وبمشوا معي. يعني كثير لقيتهم البرودكتس اللي زبطوا وضعي على الاخر، اللي جربتهم وكانوا ناجحين وكانوا أستا لافيستا. أوكي، سو حبايبي، أي واحد ممكن يتسجل على موقع اسمه ويش. بتروح على wish.com زي ما انتو شايفين. أوكي، بتروحوا بتحطوا wish.com، تدخلوا بعدين بتسوي يوزر. ولا عبد الله ليش تشردقت يا حيوان؟ ف
بتتسجلوا وبتسووا يوزر يا جماعه الخير، وبعدين بيكون في عندكم هذا الاشياء الجميله قدامكم. هلا اول اشي في عندكم الاوتلت اللي ممكن تلاقوا فيها اشياء، بس في دائما ممكن تروحوا على latest تشوفوا ايش اخر اشي. يوسف، do you know how we contact sellers on Wish؟ ليش بدك تحكي مع sellers on Wish Pro؟ كل الموجود هون بتروح تاي على AliExpress. اللي عم بفرجيكم Wish عشان تعرفوا تجيبوا بس افكار منه، مش عشان انه تشتروا منه، مش له دروب شيبينج هذا، لانه كل البرودكتس هون راح تلاقيهم على AliExpress او eBay. اوكي سو هذا بس انه يفتح لكم مناخيركم، قصدي يفتح لكم عقولكم وتشوفوا وين في برودكتس جميله جدا، لانه مش دائما انتم دائما تحكوا منين نلاقي برودكتس وين نلاقي برودكتس. هذا الموقع اجى ليفرجيكم كمان طريقه كيف تلاقي برودكتس. هلا زي ما انتم شايفين ممكن كلكم تروحوا على هذا البوت تشتروا عشان بوت اصفر وبصير كيف، فبس مش هذا الغلط. هلا اللي بدنا اياه هون إيه هاي جارنا فائق، هذا ابو عندنا جار عنده باص، فلما يفيق هيك بفيق كل الحرم معه. سامعينه ولا مش سامعينه؟ anyways ما اختلفنا شو بدنا بهذه القصه. هلا اللي احنا بدنا نلاقيه يا جماعه الخير، زي ما حكيت لكم انه البرودكت ولا عمره حدا بيعرف شو هو البرودكت الناجح. هلا كيف ببين معك بالتستينج؟ اوكي هلا اذا مثلا انت بتيجي بتحكي لي يوسفيكو احكي لي اي برودكت من هدول انت شايفه ممكن انه يبيع ويجيب لي كتير مصاري او كتير عاقه، كتير موكا، كتير فلوس، كتير تعرفين كل هذه الكلمات، هذه الكلمات بتحبوها انتو، فراح لكم والله يا حبايبي والله يا دراري ما بعرف. لازم تمسكوا كل برودكت له مثلا potential وتجربوه عندكم، ممكن يزبط ممكن ما يزبط، ما في guarantee. اللي إشي الوحيد اللي بضمن لكم انكم تجيبوا تسووا نجاح او تنجحوا بهذا الموضوع انكم تضلوا تجربوا قد ما تقدروا. دراهم، يس 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 يس، دراهم ياسر، صافي صافي حبايبي صافي، تعالوا نكمل. البرودكتس اللي ممكن انه يعنونا، طبعا لازم تطلعوا قديش البوت. هلا بتشوفوا مثلا هذا 20K بوت، هلا بتطلع بتقولوا يخرب بيتك شو هذا البرودكت اللي باع 20K؟ سو بتشوف انه هذا شكله باور بانك او سولار باور بانك، اللي هو باور بانك واتر بروف شوك دروب ريزيستنس دوال ترافل سولار وال 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 مليون شالي. هذا باور بانك ممكن يكون منيح، ممكن انه تجربوا اذا انتم مثلا بالموبايلز او جابالكم تسووا اكسسوارز او شغلات، ممكن تجربوا ممكن انه تروحوا على بعضه. هون في عندكم ترايبود، ترايبود 10K بوري، انه 10K كمان جايز، هذا الشيء بيكون لذيذ، فممكن كمان تجربوا هذا الشيء. تعرف طبعا الفوتوغرافرز ممكن تلاقوا. هلا ايش بتسووا انتم بعد ما تلاقوا البرودكت اللي ناويين انتم تسووه؟ بتروحوا بتحاولوا تلاقوا فيديو له. هلا الطريقه الامثل بالموضوع هذا هي انكم تطلبوا البرودكت وتبعتوه لحالكم وانتم تسووا فيديو، او في فايفر في خدمه ب $30 اظن او $20 ممكن تبعتوا البرودكت وهم بيسووا لكم الفيديو وبيبعتوا لكم اياه. ولكن ولكن انا بحكيكم عربي لعرب، عربي لعرب، بعرف انه ولا واحد فيكم رح يسوي هيك، او انتو لعدين في ناس بيحكوا انه امازيغ بديش نخربش معهم ونتقتل معهم الليلة، فأبحكي من عربي لامازيغ عرب بالعرب، عدوها عربي عمي كل عرب. ما حد رح يسوي هيك من الاخر، يعني ما حد رح يروح يشتري برودكت يبعت لحاله ويسوي فيديو. طب مش راقض اضحك عليكم تضحك علي. لما توصلوا لمرحلة متقدمة اوكي لازم تسوي هذا الموضوع، لأنه الفيديو إذا مسك راح الفيسبوك تبعكم يكون في خطر. فأنا اللي علي لازم أنبهكم إنه أحكي لكم إياه، بس بعرف إنه أولها إنه في ناس معهمش لا عاقة لا دراهم ولا موكا ولا بطيخ، فالمفروض إنه بدهم يلاقوا أي فيديو من اليوتيوب ويبدوا في يجربوا حظهم. أوكي فمش راح أصعب عليكم أنا كتير، بس إنه كونوا بالعلم إنه أو كونوا بالعلم تكونوا عارفين انه راح يجي الوقت اللي راح الفيسبوك يتزانخ عليكم فيه. فنرجع للبرودكت هون. هلا شوفوا مثلا انا هذا هلا وانا نازل جذب انتباهي، what the fuck is this guys، شوفوا هيك. شوفوا اذا انا جذب انتباهي انه كونوا على يقين انه انتوا اذا جذب انتباهكم شيء
ممكن انه يجذب انتباه العالم او الجماهير او البطيخ او الكلاينتس كاستمرز. سو هذا البرودكت شفته انه كتير كان شغال في مرحله ما، ولكنه هنا موجود ايضا. واذا بتدخل انت على دول جديد مثلا فرنسا المانيا بعرف وين انت، ممكن برضو تجرب هذا الاشي. اوكي، فزي ما فرجيت هذيك المره بالتاسكيكرز، بعرفش اذا انتم بالتاسكيكرز انك تسوي تارجتنج للموبايل اكسسوارز از سو ايزي جايز، كتير هوين. اوكي، فايش بتقدروا تسووا انتم لما بدكم مثلا تبيعوا الموبايل جادجتس، ما بدكم مش تارجتنج ولا بدكم بطيخ الشام. هلا بفرجيكم كيف الطريقه بسهله، هذيك المره سويتها بالتاسكيكرز بس هلا راح امشي عليها كتير بسرعه. للي ما كان بتروحوا على الادست، لما تسووا الادست بالتارجتنج تبعكم ايش بتسووا؟ في عندكم هان بالبليسمنت، اوكي، بتخلوها بتخلوا تحطوش ولا انترست هون ولا انترست، بتقيموا كل الانترست الزفت الطين هذا، بتقيموا تروحوا بتسووا هيك تقوموا يلا. والله اللي بحكي لي سيف لا راح اخليه سيف يا جماعه، هذا ما حد يضل يقول لي سيف، اللي بقول لي سيف امسكوه. بتروحوا على التارجتنج زي ما انتم شايفين، انا هون مش مخلي شيء، يعني مخليه كله برود. ممكن انه مثلا لو نخلي اول، ممكن نخليه هون من 22 ل بعرفش قديش، ممكن الجيل الأصغر إنه يحب هاي الشغلات، بس ما على حدا بيعرف. ممكن مرات العواجيز يحبوا أشياء للصغار زي الهباية، فبتعرفش أنت. بس إحنا بنقول بركي هذا الإشي للجادجت. وبالبليسمنت إيش بتسووا؟ تنزلوا عند البليسمنت، وين البليسمنت؟ وين اختفى هذا؟ هلا كام؟ إن عن آه هيو شايفين بالبليسمنت هون بتسوي إيش؟ all devices بتحطوا موبايل only. وإذا مثلا إشي لآيفون أو شغلات بتحطوا specific mobile devices and operating systems، بتروحوا بتحطوا هون وبتشوفوا مثلا هون مثلا بس iOS guys، iOS هو بس الآيفون، بتقيموا الآيباد، آيباد، آيبود، آيبود، لسه عايش الآيبود الله يرحمه، الآيفون زي مثلا الآيفون هون للناس النيرد اللي بحبوا كتير الكتب، بياكلوا الكتب أكل، إذا بيعرفوا على الـ iOS versions وهو ممكن إنه تختاروا. فندي قلت لي سيف بدي أدعس عليك ولا فندي، فهون بتختاروا انتوا الـ iOS إذا بدكم. بس على هذه الطريقة الشباب إنه انتوا بتكونوا اخترتوا الـ gadgets. هلا ممكن إنه تزبط معكم وممكن ما تزبط، إذا ما زبطت خلص انقلوا للي بعده، targeting مظبوط بيكون. هذا هيك أنا ببيع موبايل تاعوني، يعني أعطيتكم، أنا غششتكم يا جماعة. افتحوا الامتحان تبعكم، اوف قدام الاذان الاول. افتحوا الدفتر تبعكم وحطوا كل المعلومات هاي، انا غششتكم كيف بتسووا ادز للموبايل. هلا زي ما حكيت لكم مثلا عندكم هذا للموبايل، اوف بتقولوا لا 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 هذا الشيء لذيذ، شيء كبير يا عمري، شيء كبير. فايش بتسووا؟ بتاخذوا هذا البرودكت بتروحوا بتزتوا، بتلاقوا لكم بتروحوا على مستر يوتيوب، كمان مستر يوتيوب، وين مستر يوتيوب؟ مستر يوتيوب هون بتحطوا ايش؟ هذا اظن ماجنتيك مايكرو يو اس بي، يا الله شو هذا التايتل زي العم، هدول يا عم الصينيين حمير بالتايتلز، بضلهم يحطوا مليون شيء. عفوك يا ربي على الصينيين. هلا هون ايش بكون؟ ايوه 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 لقيناها لقيناها، من دون ما نحط اي شيء حتى. بتلاقوا لكم شيء فيديو فش عليه فيوز، يعني مثلا هون اذا انتم شايفين 27K يعني 27000، بيكون هذا انسى انسوكم منه، هذا 27 فيو شكله، هذا اللي فتحه شكله ما لهش علاقه بالدنيا. فانتوا بتحاولوا تدخلوا على الفيديو تبعه، طبعا بتروحوا على الشوب تبعه بتشوف اوه هذا الشوب، فبدكم تدير بالكم. فهذا شكله الشوب وشكله مش نافع، مش عارف يسوي اعاقه منه. يعني الفيديو بزج عليه 32 فيو، او ممكن انه يكون استعمل انا ما بعرف. فهون هو بيكون مستعمل، انا متاكد انه هو سرقها من محل تاني. هاي بدكم زي ما بحكي لكم تدير بالكم كتير كتير من هذا الموضوع. اوكي لازم تشوف كتير فيديوز تتاكد انه الفيديو للشانل او لا. فاحسن اشي انه دائما دير بالكم من الفيديوز اللي عليها مشاهدات كتير، لانه هذه الفيديو راح تنلقط، اذا الفيسبوك بلقط لكم اياها راح يطيركم يحط لكم موتور 7000 طن ويطيركم على المريخ توصلوا. فيا جماعه يا جماعه يا جماعه هذا شويه انسايت كيف بدكم تسووا الفيديو. باي ذا واي في طريقه بسهوله انكم تسووا سيف للفيديو، ما بعرف اذا بتعرفوها، اذا بتعرفوها ما بديش اسمع صوتكم، ما بديش تتطبل علي. بتحطوا بتيجي على اليوتيوب هي بتحطوا اس اس زي سمير سميره مثلا، وهون بوديكم لحاله على هذا، وبعدين بتسووا داونلود فروم هير جايز. اوكي يو داونلود ات،
فهذا لل gadgets. so هون شفنا انه في اشياء لذيذه. طب تعال مش نطلع واحد واحد. تعرفوا قديش شفته يا جماعه؟ تعرفوا قديش شفته بعت يا حبيبي؟ هذا بقول لك بتشوف القمر، بتشوف طلوزه فيها، كله كذب. لا ما اظنش كله كذب، بس تعرفوا مش راح تكون قديش منيح، بس الناس كانوا كتير يشتوها. سو شو بعرفه انه انت بتعرف كيف تسوي تارجتنج للموبايل؟ لا فضلك جرب، كعبل وزد، كعبل وزت وجرب. هلا ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ شو هذا؟ شكله اشي تولز، اشي عده معده. شو هيدا يا عيدا؟ اوف هذا الخشب اظن اللي بحفر هذيك المره اظن استعملته. اوكي ما انا مشكله، بس تعرفوا انه يعني في عندكم انتم نجارين ممكن تسوي تارجتنج للنجارين، فممكن نجربوا هيك شغلات النجارين وهيك. بس بدكم للنجارين تعرفوا ايش لازم هيك. ترايبود، ترايبود هاي مثلا، هذا ترايبود للتلفون، شايفين كمان جادجت ممكن انه تجربوه تسوي له تسوي له اد. راح افرجيكم لقدام كيف بدكم تسووا ادز بالفيديو، احسن كيف انا طريقتي بسوي الاد بالفيديو. بس اصبروا مع شوي نطلع شوي. يعني مثلا هون طلع كيف هاي، هذا اصلا سعره مش كثير غالي، يعني اذا حقها يي انت هاي العمله. استنى اغير لكم العمله، العمله العمله، كيف نغير العمله هون؟ ولا استنى اشوف بركي. اوه شيت، لا مش من هون، تحت فوق. ايه ايه وينها وينها؟ اوكي مش هضيع وقتي اغير العمله هلا، بس بدكم تقسموا على اربع. يعني هذا حقه دولارين، اوكي هذا حقه 2 دولار. ايه هاي اوه هذا شفتوا قديش وقتها باع. فهون ممكن تلاقوا خرموط يا جماعه، هون ممكن تلاقوا خرموط. هلا ايش هذه؟ هذه كاميرا، انسان عمل كاميرا. هذه اللي بتمض السكاكين، يا الله قديش شفتها انباعت كثير كثير كثير. شايفين حتى هون محطوط انه 50K انباعت كثير. هذه اللي تعمل الصيادين، يعني شايفين هذه الالكوهول اخر شيء شفته عم بتنباع، بتنباع بعرفش ليش. فاللي بده يفحص اذا من الامريكان شكلهم قبل ما يطلعوا من بوب او بار او شيء، بحبوا يفحص ويشوفوا شو وضعهم. ما بعرف شو القصه معهم، بس شفته انه بتنباع كثير. اوكي طبعا السبينرز غفيله عن التعريف، لانكم حتى ستي الله يرحمها بتعرفها بقبرها، الكل بيعرف السبينرز البطيخ هاي. anyways هون ممكن تلاقوا كتير برودكتس انكم تدخلوا فيها. بتعرفوا انه هاي شفتها كتير شغالة يا جماعة. بعرفش مين بده يقعد يطلع بالمجاري تاعته، بس شكلهم الامريكان عم ما انتو عارفينهم خالصين الامريكان، يعني كانوا كتير مبسوطين على الشغلة هاي. وبالعكس شفت لها يمكن 2 مليون 3 مليون فيو للشيرز. كل شيء تمام. انتو لسه هون ولا نمتوا ولا بتتسحروا ولا وينكم؟ سمعوني صوتكم يا جماعة. مثلا اوه هذا بتعرفوا الكيس هذا عن جد كثير بحبوه الناس، هذا الكربون، كربون فايبر. هذا الكربون فايبر is something popular so you can try it guys. ممكن جربوا. اوه هون عبد الله، عبد الله بتنامش ولا انت؟ الله يخزيك عبد الله يا عبد الله يا عيني على عبد الله. فهون كمان مرة موبايل، موبايل جادجتس. هلا ايش بتسووا؟ ممكن انه تروحوا على اشياء تانية. هون في جادجتس توتالي جادجتس على اشياء، تروحوا بتشوفوا ايش ممكن تلاقوا. ممكن تلاقوا كتير اشياء انكم تدخلوا فيها. شايفين جادجتس هاي؟ واو 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 مليان، بجد انه مليان. وحياة الله انه هون ممكن خف عليكم، هون اندر وير اذا بدكم. ياي شو طلع لنا هو مثلا؟ ممكن تلاقوا لا الاواعي، بحبش انه تدخلوا فيها الاواعي، صعب انه تنباع الصراحه، فالاواعي ابعدوكم عنها. هون ساعات برضو، الساعات شيء صعب انه ينباع الا اذا كان سعرها بجد رخيص. بعرف ناس كتير سووا مصاري بالساعات، بس شوي صعب الساعات. وقت السحور في ايطاليا. شو بتتسحروا بايطاليا؟ مكروني، مكرونه 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 مكرونه. فهون زي ما حكيت لكم ممكن هذا الموقع تلاقوا فيه كتير من البرودكتس، ممكن نضلكم تجربوا. هلا نيكست لقينا برودكت يوسفيكو، مستر يوسفيكيتو، شو ممكن نسوي نيكست؟ زي ما قلت لكم لازم تجيبوا الفيديو، نزلوا الفيديو. اذا الفيديو مسروق، بلاش نحكي مسروق، اذا الفيديو مخدينه من اليوتيوب حاولوا انه قطعوا منه. اوكي حاولوا انه قطعوا منه، يقيموا منه المقاطع،
وطبعا طبعا طبعا دايما غيروا السونج، دايما غيروا الأغنية، دايما غيروا الميوزك، ما تخلوا الميوزك نفسها. هذه مشكل كبير كبير جدا، فهذا اللي يدير بالكم منه، دايما ما تخلوا الميوزك. أو شيت، كنت بدي أسوي لكم، كنت بدي أسوي لكم إشي هون، استنى برك نجرب هذا، كم بدي اطلع لكم قاعد عشان تزبط. ايه مسقعني. anyways مش مشكلة، خليني افرجيكم كيف الفيديو ادز ببينوا هيك بتسووا. اوكي، اول اشي بتروح مثلا لما بدكم تسوي كامبين، تعال نحكي انه بنسوي كامبين لل الجادجت تبع ال، استنى نروح على الجادجت كمان مرة، نقول انه بنسوي اد لهذا. ايش هو هذا؟ وايرلس تشارجر. That's a really good guys. لأنه السعر حقه $8، يعني بيرلي $8، لا هو $8 تقريبا. ف بتروحوا أول إشي علي إكسبرس، بتحطوا هذا الإشي وبتشوفوا إيش بيطلع لكم عشان تعرفوا بدكم مصدر أنتوا آخر إشي، يعني مش راح تقدروا تشتروا من ويش لأنه مش عملي، بدكم تروحوا على مستر علي إكسبرس. سو زي ما أنتوا شايفين هون في كتير أشكال وألوان، هاي في هاي $5 أشياء، وبتروحوا بتلاقوا نفسها الموجود على اليوتيوب. هلا معظم الاحيان مش راح تلاقوا نفس البرودكت، فبتشوفوا ايش موجود بالبرودكت، بعدين بترجعوا باليوتيوب، بعدين بترجعوا بتحاولوا تلاقوا انتو بالفيسبوك بالالي اكسبرس. بس على سيره ال الوايرلس، this could be a good one، هذه ممكن تكون منيحه. زي ما انتم شايفين هون شكلها لذيذ، ممكن انه تلاقوها على اليوتيوب، بس بدكم تجربوا طبعا. هلا على سبيل المثال حطينا هذا بالبرودكت تبعنا وقلنا يوسفيكو بدنا نسوي لها اد، فهون زي ما احنا شايفين هذه للسامسونج، سامسونج S7 S6. سو بنروح على البرودكت الباور اديتور. طبعا انا ما بستعملش شيء غير الباور اديتور، اللي بستعمل ادز مانجر بدي اكسر ايديه، لانه 100 مره قلت لكم دونت يوز ات. بعرف كثير ناس بيستعملوه وهذا الشيء بجنني، ما تستعملوا الادز مانجر. تعوا هون على الباور اديتور، اوكي ممكن تلاقوه اذا بتستعملوهش بتلاقوه هون يا كسلانين. وبتيجوا هون بتسووا create campaign، بنحط، لا بحبش هذا الكامبين، استنوا عشان هذا، استنى لا 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 بديش 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 عشان بستعملش هذا الاد اكونت، فبعرفش ايش بيكون هون، فبدكم تتحملوا معي. استنوا كيف بنسوي create campaign؟ هيو create campaign، هيو create campaign. اوكي wireless phone or whatever. اوكي اللي بستعمله للفيديو بستعمل conversion، الconversions بستعمل، بستعملش PPE، بستعملش ولا اي شيء، بستعمل conversion guys. اوكي so it's conversions. هلا ad set، بنحط مثلا ad set number 1 بعدين نجيلها، وبنسمي كمان ad number 1 قبل ما، دائما اسم الاد بروح ورا اسم الاد set. Mr. Adsito we want your adito. ف بنسوي create وهيك بنحط اول campaign او الكامبين الاولى تكون موجوده عندنا. هلا الباور اديتور للي ما باخذش مش ماخذ عليه، مرات ايش بصير؟ بيكون في عندكم، بصير هون مليون اشي متداخل، فبتعرفوش ايش بدكم تسوي بحياتكم، بتصيروا تلطموا، بتصيروا تقولوا اوب اوب شو بيعمل، شو بصير، شو بصير. ف هون لسه لحظكم السليم مش جايين بقيه الكامبينات، تعال نجرب نجيبهم. يعني انا بالعكس هون بولد لكم المشكلة عشان ما تواجهوها انتو بحياتكم. كيف والله انا وياكم، ياي ما بدأ شكله ما في شكله ما في كامبين غيره هون، مش مشكلة. المهم انا بشكل بستعمل اشي تاني، وشكله بستعمل اشي تاني بعرفش، تعال نجرب. الكامبين هي هذه، اوكي خليني والله اتأكد اذا هي نفسها او لا عشان بدي يكون الفيديوز انسايد. استنوا يا حبايبي استنوا، احط لكم ميوزك. هي اللي بدي اياها انا، شكلكم رايح على شيء ثاني. رايح على شيء ثاني بتعرفوا. اوكي منيح الانتباه. كرييت كامبين، هون بنحط كامبين كمان مره وايرلس وات ايفر، يلا عشان تعودوا تعودوا تسووا اكثر من مره معي. That's it one. At set one. By the way كيف ال كيف التصوير؟ واضح؟ HD؟ Is it HD؟ وبتحطوا create. اوكي حطينا create يا سيدي العزيز.
زي ما حكينا هون بنضيع، بنقول هي اختلط الحابل بالبلابل، بصفي كله داخل على بعض. فايش بتسوي هون؟ تيجي مستر فلتر ريتو، بتحط على الفلترز، بعدين فلتر باي سيلكشن، هيك بيخلي لك بس الاد الكامبين اللي انت مسوي لها سيلكت، عشان هيك سوينا سيلكت لهاي، فبس بيختار لنا هاي. هلا بنروح على القسم بتاع الاد سيتس، ما بعرف اذا مش اتش دي، حاول حط اتش دي برو، اظن في اتش دي، بالله احكوا لي اذا اتش دي ولا لا، لانه اظن اذا مش اتش دي صعب الواحد يشوف. لا لا في اتش دي، يمكن في زر اتش دي، ما في؟ اوه مصيبه هاي. anyways خليني اكمل 4K. المهم نيجي هون الكامبينز، ما بدنا الكامبينز لانه خلصناها، بنيجي للاد سيتس. اوكي بنيجي للاد سيتس، هون بنحط اديت هون عشان نشتغل على الاد سيت. هون بنكون بنيجي احنا بنتمخطر هيك بنكزر تك 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 تك، وبنيجي بنقول يلا يا اد سيت يلا. هلا الويب سايت كونفرجن، انا دائما ببدا بالبيرتشس. اوكي في ناس بيبدوا في كونتنت، في ناس بيبدوا اد تو كارت، في ناس بجننوا مخه للواحد، انا لا بروح دائما على البيرتشس، حتى لو البيكسل فاضي، حتى لو البيكسل مليان، حتى لو البيكسل زفت، ما بتقلق، دائما ببدا بيرتشس، لانه اول عن اخر راح يكون في بيرتشس، يعني مش راح تفرق اذا حطيت في كونتنت، حطيت نيو كونتنت، حطيت انا عارف يي وقت ما حدا ذكرني اظن لازم اشرب بيها اليوم. لسه ضايل عندي تقريبا 12 دقيقة ليقدم، بس لازم اشرب. بلاش تصير مع جفاف. اوكي نرجع للتكتك. انت تكتك يا عالم، نرجع للتكتكة دراري، حتى الصوت ممتاز. شو بدنا احلى من هيك، شو بدنا احلى من هيك. ديلي بودجت مستر يوسف ايكو، شو بتحط للمستر ديلي بودجت؟ اذا بقولكم باجي هون بحط مثلا $7.5 او مثلا $8.9، دائما بحب احط هيك اشياء فواصل مجنونه. يعني هات نقول بنحط 10.5 لاول ادسيت، هذه تذكروا اول ادسيت، اول ادسيت من اي ما تسمعش بنحط you know it states come on you know it states ها مستر يوسف فيكم العربية زير. فمثلا الجادجت زي ما حكيت لكم، الجادجت من خبرتي الأجيال اللي بيشتروها هم من 21، بس طبعا ما تاخدوا كلام علي، دائما انتوا جربوا ل54 هات نحط المرة منكتفي. فهون عادة هو المن اللي بحبه يشتغل، بس خلوها all. هلا عشان احنا راح نستعمل فيديو، الفيديو ممكن نروح فيه برود يا جماعة الخير، حتى لو ما كانش هذا اول اشي من ايم هذا الاكسباند ما بدنا اياه بالامريكا، لانه امريكا بيكون اوريدي الاودينس كبير. لو باوروبا مرات بخليه عشان باوروبا الاودينس بيكون صغير، فلو بسوي الاكسباند. هلا عشان هذا موبايل حبايب قلبي بسيب كله هون الديتيل تارجتنج ما بمسكه، وبنزل تحت على الاديت بليسمنت. اديت بليسمنت بعطيني الاشي جاهز مقشر. كيف بتقشر الموزة بتعطيها لحدا؟ بتيجي انستغرام بتقيمه، بحبش انستغرام، ما حدا يسألني ليش، انا مش عادر اقولكم، مش انه بديش اقولكم، بس انا بديش اقولكم، يعني انا ما في سبب اني اقرأ. بس خلاص ما بستعمله. اوكي خلي everything guys وبعدين ننزل هون على devices، وبتحط هون موبايل اونلي، والسنس اللي شفناه هو للجالكسي. طبعا ممكن انه تخلوا كمان نوع للايفون عشان تجيبوا كمان سيز وكمان اودينس وهيك، بس ممكن انه مثلا هذا نسميه الادسيت الاولى جالكسي على سبيل المثال، جالكسي يوزرز موبايلز، يعني اسمه هيك ممكن يكون في عندنا كمان ادسيت، يعني اذا ادسيت واحده ما زبطت الثانيه ممكن تزبط. سو الاولى ايش بتعملوا؟ بتقولوا علي وعلى اعدائي هون، بعد ما تختاروا موبايل اونلي تيجوا هون specific mobile devices and operating systems، فهون بتحطوا all mobile devices، هون بتحطوا android devices only. اوكي and android devices اظني هون ممكن تختاروا اي جالكسي بدكم اياهم، كمان جالكسي S3 S4، انا بعرفش الجالكسي انا بكره تلفون افتراء، جالكسي S5، شايفين في ايش بدكم. فهون اذا بنقول احنا مثلا بدنا جالكسي S7 وجالكسي S8 على سبيل المثال،
فهون زي ما انتم شايفين اذا عندنا هون الاندرويد تابلتس وي دونت نيد ذا تابلتس، ففي عندنا الجالكسي اس 7 والجالكسي اس 8 عندنا 6.8 مليون يوزرز which is a lot guys كتير اللي هو مش ما تخافوا منه، لانه هون عندنا فيديو، هون عندنا بس بوصلة تعون الناس اللي استعملوا شو جيلي بين ويا الشغلات هوني كومب. اخ بحبش الاندرويد انا بكره. فزي ما انتم شايفين هون ممكن تختاروا هاي الاولى للجالكسيز، يعني هون ممكن تحطوا اس 7 اس 8 اوكي، هذه الاسيت الاولى. وتصدقوا او لا تصدقوا هذه الادسيت ممكن انه تشتغل معاكم، اذا ما بتشتغل مش مشكلة تارجيتينج، مشكلة برودكت، مشكلة حظكم، مشكلة اي شيء. يعني انا دائما ببيع على هذه الاشياء، قلت لكم انا عم بغششكم الليل. بعدين بعد ما نخلص الاد بنروح للادسيت، بنروح للاد. للاد ايش بنسوي؟ نختار بيج هون، هون جاي لي بيج مجنونة اسمها طربان على راديو خربان، بنخليها. وهون don't connect to Facebook page personal، هات نقول هيك create an ad. ايش بسوي بالاد انا؟ لانه قلت لكم هون احنا بنستعمل فيديو، ايش بنسوي؟ بنخليها create an ad للاد سيت الاولى. انتبهوا للاد سيت الاولى لانه بيكون في عندكم اشياء تانية تريك لازم نعملها لقدام. بنحط فيديو اوكي، فيديو، وبنسوي select video. وهون بعرفش ايش الفيديوهات اللي هون بطلعوا عندي هات نحط الفيديو هذا. ايش هذا الفيديو؟ it will run on Facebook. شفت ليش بكره الانستغرام؟ دائما بيعطيني ايرورز، عشان هيك لازم ارجع ايمو. الله يلعن ابو الانستغرام، هات نرجع انا ما امتوش شايف، نرجع على الادستون، عشان هيك انا كرهته. نسيت اقول لكم هي السبب يا حبايبي، شايفين ليش دائما الا يسوي لي مشاكل، بكونش جعبالي انه اقعد احلل ليش كيف ليش. فهون لنفترض انه هون بتكونوا مطلعين انتو الفيديو بعد ما تسووه اوكي. نستنى على الانترنت تبعي انه يفرج علينا. معلم وين رحت؟ هي هلو هلو هلو، وقتك لك الله الله يقطعك، فضيحة هذا الانترنت. ايه شايفين النكد؟ هي هذا النكد، تعريف النكد انه يقطعك انترنت وانت بتسوي اداء. اشرب مي. صح 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 ريلي، ولا حدا ذكرني. اوكي زين راح انفزر مي. استنى اجا اجا تحرك ولا ما تحركش هذا لسه؟ يي لسه ما تحركش. شايفين هاي الضربات؟ لا لسه ما قدمش، لسه في 6 دقايق. تعال نحكي على الحياة قبل ما خيمة يفرجها علينا. لا طلع ما يقطعك، بعرفش ايش بصير يعني. انترنت تبع جيران يلا انا خايف اغير الانترنت يقطع اللايف ممكن اغير هون، عندي مليون الف شيء انه اشبك منه. هلا شابك من الايفون تبعي عشان سرعه الابلود عاليه بالايفون، فعشان هيك بيقطعش. خايف ارجع الراوتر العادي سرعه الابلود اقل. يي لا لا اكيد بمزح، هذا اكيد بمزح. استنوا بس هذه هي الموقع. استنوا شو يي؟ طب هي شغال، يبقى فيسبوك. ما يقطع الفيسبوك. How comes that the live is working and the video is not uploading? Is it the same internet? نفس الانترنت. سامر سامر وين داخل؟ سوني مش عارف ايش احكي لكم انا، اظني راح اشد شعري. هل تنصح بالاستغناء؟ اسالوا اسالوا قبل ما
قبل ما مش عارف ايش يصير. هل تنصح بالاستغناء عن الباي بال واستعمال دفع بوسائل اخرى؟ لا طبعا لا، الباي بال هو من ايه يظبط على ابوك. طيب زي ما حكينا هون، استنى استنى نسيبه على راحته صديقي، ما وافقوا له على الكامبين. خليني اشوف لك اياه بكره. إيه الباي بال ضروري يكون عندكم بال الانترنت قاعد بتسحر. الباي بال ضروري يكون بالستور تبعك، اذا الباي بال ما كان بالستور تبعك راح يقلل كتير الكونفرجنز. اوكي فهذا السؤال يي علينا بيشتغل فيه هذا الليلة. الله يقطعك. بي بي اور دبليو سي زي ما حكيت ويب سايت كونفرجن، ما حكيت انا ما جيت بسيرة البي بي اصلا. شايفين ليش بكره الانستغرام؟ هيكم شفتوا 7 days or 1 day بخليه كله ديفولت زي ما شفتوا انتم، ما غيرتش ولا اي شيء انا، بس اخترت انه purchase يسوي optimize the purchase وبس، هذا هو انا اللي سويته بحياتي، ما سويتش ولا اي شيء تاني. خليني اقيم كل البراوزر، بلكي مشكلة بالبراوزر، خليني ارجع افتحه. تاني مو هذا اللي بيسألني ليش بستعمل ياندكس، فهذا بالضبط زي كروم بس الليلة شكله متيس. ما يقطعك، تعال نجرب كم مرة، بعرفش ايش بحكي لي. يا تعال نشوف اذا زبط. كيف تحدد ثمن البرودوي؟ ثمن البرودوي على القليلة على القليلة على القليلة اولها اوكي لازم تكون حاطط سعر 10 دولار مربح، يعني المربح قليل بنعد على 10 دولار، بس كواحد مبتدئ انت بدك شوية تاخذ ثقة بحالك، فك 10 دولار بيكون البرودكت منيح، يعني بيكون في له مربح، لانه بدكم تعرفوا انه صرنا بديش احسده اظن زبط. يا زبط زبط زبط. اوكي هون اخترنا الفيديو، هون لنفترض انه عندنا الفيديو الفيديو هذا تبع okay, but when I get mad, this is what happens. هذا الفيديو تاع البرودكت، خلينا نصدق انه هذا الفيديو تاع البرودكت مع انه هذا الفيديو تاعنا مجنون. هون بتحطوا اسم البرودكت، اسم الستور تبعكم، اليو ار ال تاعت البرودكت، مثلا yusufico.com/wireless، هذا هو البرودكت. بعدين هون بالتكست ايش بتسوي؟ بتحطوا هذا اشي ضروري تستعملوه هان. هون طبعا في كتير تكست انا ممكن اشاركه معكم انه يجذبوا هيك، بس عادة ايش بتسووا؟ now trending على سبيل المثال wireless، بتستعملوا طبعا emojis، بس تكتروش emojis، يعني سووا emojis تعون مية شربت شربت مية حبايبي شربت، بتحطوا الايموجيز تاعون العينين البضوه هذول تاعون القلب. اي هارت ايموجيز ايموجي. يلا يا عال، هذا فتح لنا كله. ايوه طلع كيف طلع كيف، بتاخذوا هاي كوبي بتحطوا هون بتحطوها بالبيست ناو تريندينج، او مثلا هون بتحطوا الفاير هاي تاعت النار عشان تريندينج وبصير ايش بتعمل تجذبوها. now trending wireless whatever هون اسم the product او هيك، don't miss out on sale for limited time او ايش مكان، get here. هلا دائما بتحطوا اللينك هون، مع انه كمان مره راح نحطها بمحل تاني، بس هون بتحطوها انتو اللينك اوكي، لانه في ناس متخلفين راح يقولوا لكم وين اللينك، فانتو بتقولوا لهم اعطوها او بتحطوا لهم انتو اللينك بتفاجئوهم. هلا هون بتسوي هذا الاشي، بعدين بالهيدلاين هون بتحطوا wireless charger، دائما بتخلوا اسم البرودكت اولها، انا هيك بحب لانه عادة هون التايتل هو باخد انتباه العالم. now on sale
او اشي زي هيك. هلا الاشي الحلو بالويب سايت كونفرجن لما تسوي له فيديو مش فيديو فيوز انه طلعوا ايش بيكون هون. عم بنطبخ لكم طبخه زاكيه، تحطوا ليرن، بتحطوا هون شوب ناو. اوكي، فهون بصيروا اللي بيشوفوا الفيديو بيقدر يدعسوا على البرن على ايش اسمه الزر او ال يعني على الزر هذا، وممكن يروحوا دايركتلي لللينك اللي انتو حطيتوها مش هون بالديسكريبشن ولكن حطيتوها ويب سايت يو ار ال. فهمت علي؟ هلا اللي بيشوف الفيديو ممكن بسهوله يدعس على هذا، بس يخلص يشوف الفيديو وبعدين ينتقل. اوكي، هلا هون خلصنا عمل الاد الاولى. هلا الاد الاولى برجع بقول انستغرام، الله يلعن ابو الانستغرام، مش قلت لكم بكره انستغرام؟ مش احنا امنا الانستغرام من الفاكن تارجتنج؟ تعال نرجع للاديت، شكله بعد ما سوينا ريفرش ما كانش مسيب الموضوع. نرجع للاد ونقيم الانستغرام من الموضوع، لانه الانستغرام هذا مشاكل ميدو مشاكل. مش عم بحكي لكم انه الانستغرام مش عاجب لكم سيلز، بس انا بحبش اتعامل مع امه. اوكي، شربت مي حبايبي، شربت مي، شربت مي. فهمت علي؟ هلا هون بعد ما قمنا الانستغرام كل شيء تمام صار، فنرجع للاد سيت الثاني. هلا هون زي ما انتم شفتوا انه سوينا الاد سيت الاولى بس للسامسونج جالكسي. هلا اذا انتم حطيتوا كمان اوبشنز للايفون وهيك شغلات، فالحلو انكم تيجوا هون تسوي دوبليكيت او بتدعسوا كنترول دي. كنترول دي بتسوي لكم اياها اوتوماتيكلي، كنترول دي السريع بتعطيكم كمان دوبليكيت. عشان هيك بحب اسوي باور اديتور، بتسوي كتير اد سيتس بشكل سريع جدا. الاد مانجر بتاخدكم 7 8 4 7 سنين. المهم بنحط مثلا ايفون 6 7 8. اوكي، الاد سيت الثانيه بتكون عندنا ايفون 8 احنا؟ لا لسه. يلا مش مشكله، بلاش يزعل من الجالكسي. هلا بنروح هون بنقول اي او اس ديفايسز، من ايم ايبودز لانه ايبودز توفى من سنة 3 هجرة، بنخلي ايفونز. طبعا اذا هون بدنا نخلي الايفون بنحط 6 whatever guys، بنحط هون بنختار الايفونز ايفون 6 ايفون 7 ايفون 8 whatever. فهون بنستخدمه وبنخلي هون الادسيت الثانية. اوكي، هلا اللي بيصير هون لما تسوي انتو الدوبليكيت ايش بيصير؟ اول شيء بتقيموا السلكت اللي هون، بترجعوا للادز، بترجعوا للادز. هلا صار في عندنا تو ادسيتس. هلا احنا مش عارفين هذا الاد سيت لمين، هلا ايش بتسووا؟ بتروحوا بتعلموها هيك، تعلموا في شويه اشياء تريكس بالباور اديتور كثير حلوات، بتعلموهم بعدين بتروحوا على الكويك اديتس هون بتسووا اديت نيمز. اوكي، اديت نيمز، اديت نيمز، بعدين بتكون هاي مش موجوده عندكم انا حطيتها، بتروحوا للاد سيت هون وبتختاروا اد سيت نيم. باي ذا واي، سمعتوا المدفع؟ عندنا مدفع رمضان بضرب لما يقد. ف اد سيت نيم، بعدين بتحطوا رينيم. هلا هون بسموه لكم الادز افتر ذا اد سيت. لما قلت لكم انا هيك بسوي دائما، بخلي اسم الاد على اسم الاد سيت. هلا الاد الثانيه تاعت الموبايل، هلا ايش بنسوي هون؟ بكون الفيسبوك عمل لنا فيديو، يعني هذه بتنعد اد جديد. يعني ايش المعنى بالموضوع هذا؟ لما يكون انتم مسوينها بهذه الطريقه تاعت ال create من هون، ايش بكون عامل؟ يعني اللايكس اللي بيجوا على الاد سيت الاولى، يعني هون بيكون مثلا 4 لايكس 8 كومنتس 10 شيرز، لما تروح على الاد الثانيه تاعت اللي هون مش راح يكونوا مع بعض، يعني راح تشوف انه في عندك انجيجمنت مختلف، وهذا الاشي بضيع لنا الانجيجمنت تاع الفيديو. هذا الاشي اللي الاشي اللي بضيع اكثر الانجيجمنت لبعض الناس. هذا خطا بوقع فيه كثير من الناس. هلا اللي بدكم تسووه هو انكم تطلعوا اول اشي الكامبينز الموجودين. اوكي، تعال نجرب نطلع، مع اني متاكد الفيسبوك مش راح يخليني لانه هون فيش عندي وسيله دفع. خلينا احاول. اوكي، خلينا اجرب ان شاء الله يزبط. استنى، ad sets انا هذه ما سويتها، هذه من قبل شكله. تعال نسوي apply، لانه زي ما انتم بتعرفوا الباور اديتور ما بتطلع، اوكي ما بتطلع الا لما
انت تحط له ابلود، يعني بعد ما تخلص كل الشغل حط ابلود، لانه زي ما حطيت ابلود مش راح تشوفه بالاز مانجر. زي ما انتم شايفين فيش اشي بالاز مانجر، بس بعد ما يخلص ببلشنج راح تشوفه بالاز مانجر. اوه حظنا كتير حلو، زبط معنا، زبط 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 زبط. بس هلا راح انجن عشان انا حطيت له لينكس مش شغالين وهيك، راح انجن علي. anyways مش مشكلة، هذا كامب مش مهم تبعي. ايش بتسووا هلا؟ زي ما حكيت لكم الكامبين هاي الاد هاي، اذا انتم بتروحوا هلا بعد ما تسووا له ابلود ممكن انه تروحوا على البوست نفسها. قبل ما تسووا ابلود مش راح تروح على البوست. انتبهوا هون كثير، هذا شيء كثير مهم. هلا ايش بتسووا؟ بتسووا مانج فيسبوك كومنتس، هون بتدعسوا على اللينكس مانج فيسبوك كومنتس، بتروحوا على الاد بتشوفوها الاد. اوكي شباب بتشوفوا الاد. هلا بالاد هون بيكون في رقم، هذا الرقم اللي بدنا اياه، بتسوي كوبي للرقم هذا. وايش تعملوا؟ الاد الثانيه بتروحوا هيك زي ما انتم شايفين، هذه لها رقم ثاني. هلا لو بندخل عليها بيكون لها رقم ثاني، لينكس فيسبوك كومنتس، هذه لها رقم ثاني، هذه بيكون الرقم الثاني. احنا الرقم الاول اللي اخذناه 327، هذه 326. اوكي زي ما انتم شايفين الرقم مختلف، فهذا الاشي ما بدنا اياه، لانه هذا اذا بتحط هون لايك مثلا مش راح يبين بالثانيه، وهذا الاشي بضيع الانجيجمنت. هذا اشي كثير ضروري جايز. هلا ايش بتسووا؟ انتم بتاخذوا رقم من هذول الارقام، بتسووا كوبي اي رقم من هذول، المهم انه يكون واحد لكل الادسس. اذا عندكم 5 7 ادسس يكون one post only. ايش بعدين بتسووا؟ بتروحوا على use existing post. اوكي على الثانيه، الاولى خليناها زي ما هي لانه هي اخذنا رقمها. تعال نتأكد انه هاي الرقم احنا اللي اخذناه، تعال نجرب هيك كمان مرة. بدنا ناخد الرقم تاع هاي نحطه بهذيك. إيه شو عملت انا؟ فيسبوك بوست وذ كومنتس، تعال ناخد الرقم تبعها ومنحطه بهاي التانية، تعويض وحذف. تتذكروا ايام المدرسة؟ بتسووا use existing post enter post id، بعدين بتحطوه هيك بعدين submit. هلا شو بعمل؟ بلاقي البوست هذيك وبتعيشوا حياة سعيدة. فهيك كل الانجيجمنت، كل اللايكس كومنت شيرز بروحوا على فيديو واحد فقط، ما بتقسموا على مليون فيديو، هيك بضيع عليكم الوضع. فبعد ما انتوا تكونوا جهزتوا هيك بعدين بتحطوا ريفيو تشينجز وبتكونوا انتوا جهزتوا الموضوع. فهمتوا ولا ما فهمتوا علي؟ anyways هذا الاشي كتير ضروري لما تسووا انتوا الفيديوز، يعني انه هاي الطريقة اللي بتحدد لكم مصيركم. لانه اللي بيعرف ولا ما بيعرف، اللي ما بيعرف انه لما تسوي انتو كتير ادسيتس، لما تكون الاشي مش بوست زي ما فهمتكم، تكون الطريقة اللي عاملينها انتو كرييت اد، كل اد انتو بتعملوه بيكون الانجيجمنت بتوزع على اشي تاني، بتكون كأنها اد جديدة للفيسبوك زي ما فرجيتكم كان في رقم جديد. هلا طبعا اذا بتسوي يوز اكزيستنج بوست من الاول راح تروح لنفس البوست، وهذا اللي بالاخر سويناه، انه لقينا رقم البوست بعدين سوينا كل الادسس انه يشيروا على نفس البوست. فهمتوا علي يا حبايبي؟ ممكن بعدين اعلمكم كيف تسوي تراكينج، مش اشي ضروري هلا بالوقت الحالي. هلا هيك بهذا اللايف وهذا التوتوريال عرفنا كيف نسوي فيديو ادز، which is like really important، كتير 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 مهم. وكمان عرفنا كيف نسوي تارجتينج للموبايل جادجتس، اللي هو اشي كتير اشي كتير مهم. الموبايل جادجتس سوق كبير، الاجانب كتير بيعملوه، وفي كتير شغل. يعني قد ما الواحد يدخل زي ما انت شفتوا، امريكا يا عم كبيرة، امريكا كبيرة اكبر من كرش جارنا. لو تشوفوا كرش الجارنا يخف عليكم كيف. شايفين كيف من 21 ل 54 12 مليون، يخرب بيتهم. هذول بس بيستعملوا ايش؟ بيستعملوا ايفون 6 بس، بحيات الله. لما اقول لكم كبيره يعني بمزحش معكم، كبيره يعني تخيل بس بيستعمل ايفون 6 12 مليون واحد. بلد كبيره، عالم، الله اكبر. انو حكى لي خالد؟ انو حكى خالد؟ اخ منكم اخ. المهم ارجع للموضوع، قلت لكم هذه امريكا بني ادم كبيره، فاللي بيعرف يسوي موبايل جادجتس لو دخلوا، مش بس انتوا اللي بالجروب، لو دخلت كل المغرب تسوق لامريكا لسه بتقدر تبيع. هلا طبعا راح يصير الكومبيتيشن عالي وبطيخ، بس ولكن دائما يوجد هنالك متسع من المكان، واللي انتوا اللي بيميزكم
اللي بيميزكم اللي برودكتس تاعكم زي ما حكيت لكم. يعني هذا الموقع بيدلكم على كثير برودكتس لذيذه. طبعا ما تعتمدوا على هذا الموقع بس، روحوا على الي اكسبرس شوفوا ايش تريندينج. يعني مثلا بالي اكسبرس ممكن تروحوا هون وتشوفوا وتدخلوا على هون، تدخلوا على وين الموبايلز اند شيت فونز اند اكسسوارز، بعدين بتحطوا فوق موبايل فون اكسسوارز، بعدين هون بتحطوا sort by orders، وهم بتشوفوا ايش بصير. اذا بتحطوا sort by orders بتشوفوا ايش اللي انباع اكثر شيء، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني دائما خلي عينيكم على السوق. زي ما كمان مره بحكي لكم، الاشي اللي بيميزكم هو البرودكت اللي راح يكون مميز. بتمنى تكونوا تعلمتوا كيف تسووا ads. هلا راح بكمان لايف اعلمكم تسووا ads لاشياء غير الموبايل gadgets، بس الموبايل gadgets اشياء كثير منيحه، فبنصحكم تسووها. والتارجتنج تبعها كتير سهل. ممكن هلا 2 3 4 5 6 يروحوا يسووها يجيبوا ريزلتس زي العمى بيخزوا. اتس اوكي جايز، بتصير. الاشي انه لازم تو موف اون، تروحوا تسووا اد تاني وما تدفعوا عليها كتير اذا كان من الاول النتائج تاعتها مش منيحه. يعني اذا دفعتوا 3 4 دولار على الاد سيت، يعني هذا الاد سيت حطيناه له 10 دولار اوكي، دفعنا 3 4 دولار ما جابتلناش ولا لينك كليك، ايش بتسوي بحياتكم؟ طيروها طيروها طيروها، اخسفوها. وهي بالضبط نفس الشيء، يعني ما تخلوا الاشي يصرف معكم، ما تستنوا لل 100 200 دولار وبعدين انه تقتلوا الادز. يا من اولها كونوا مجرمين، طلعوا للسيوف، طلعوا الفروده، طلعوا الرشاشات، دائما كونوا مجرمين بالحرب. ما تروحوا زي لبايل تستسلموا لكل شيء. تمام اوكي، فانا لازم اروح هلا لاني اذا بحكي كمان شوي راح اعطش. خليني اروح انام بسلام، خلينا بكره نصوم ونقول يا رب. اتمنى انكم استفدتوا حبايب قلبي، ولنا موعد اخر. طبعا هذا كان كله تيست اذا راح يزبط معنا الموضوع ولا ما راح يزبط، وشكله ان شاء الله انه يكون زبط معنا وكان البرودكاست واضح. كيف كان البرودكاست؟ وباي ذا واي اذا عندكم اسئله راح اخذ سؤالين ثلاثه بعدين انصرف في حل سبيلي. فاللي عنده سؤال ليتكلم الان او ليسكت فور ايفر الى الابد. فندي يا فندي، حبيبي حبيبي يا سيفو، حبيبي فندي يسعدكم يا حبيبي. Give us please, where did you learn these tricks؟ يا عادل يا حبيبي يا عادل، هذا التريكس أنا كلهم بتعلمهم لحالي. شكرا لك واستفدنا كثير، أنا سعيد إنكم استفدتوا كثير يا حبايب قلبي. طبعا اللي ما فهم أو اللي ضيع إشي عشان مصايم، عشان مخهم تمسح، عشان مخهم تيس الليلة، راح أخلي طبعا الفيديو، راح اخليه، راح اسوي له سيف، وبتقدروا ترجعوا وتشوفوا البرودكاست اجين وتشوفوا ايش ما عرفتوا، ايش ما ايش ضيعتوا. فمش راح اقيمه، يا راح اخلي له سيف. راح احاول انه اصبر كمان شوي اشوف اذا في سؤال، اذا ما في I will go now. What do you think about niche cats and dogs؟ ابعد عن niche الكاتس والدوجز وحياة الله تبعد عنه بحياتك يا برودر، انساك منه. Which English course do you recommend؟ ولا واحد، بس بدي اياك تحضر الفيديو استعوني على اليوتيوب، وهذا الاشي الوحيد اللي انت راح تستعمله. كونك شفت هلا اللايف اصلا مش لازم تسأل اذا هيك، لانه مش راح يعلموك اكتر من هيك اوكي. هذا انت هلا بتعرف كل اشي مع الفيديو، اليوتيوب فيديو استعوني بتعرف كل شيء انك تبلش تبيع. طبعا مراحل المتقدمة في عندك بوستس اكتر وفي عندك لايفز اكتر يحكوا لك كيف تسوي سكيلينج وهي اشياء زي هيك، بس هلا بالمرحلة هاي ما بدك اكتر من هيك يا برضه. You don't need، يعني ما بدك ما بدك ما بدك ما بدك. Should we use short links؟ Shopify اكيد استعملوا short links، راح اعلمكم تسوي شيء بالشوبيفاي. This is the store. نحن ندخل على store تاع Horrify نستعمله. سنتذكر الباسورد تبعه إذا بتذكر. هنجرب. علمكم إشي لما تسووا أنتوا البرودكت تاعونكم بالشوبيفاي. yusuf@gmail.com. يي جيميل. أنا عشاني الكيبورد بعيد عني. واحد اثنين ثلاثة. يي نسيت الباسورد. أوف. لا هاي متذكر. أوكي. شباب هذا الستور تبعي بديته هذاك الاسبوع والحمد لله رب العالمين. شوفوا قد ايش بايع فيه 10 دولار. ف
بمزح معاكم لكم، هذا التيست تبعي. بدي افرجيكم كيف كم تسووا. يعني مثلا المعنى بالشورتنينج مش لازم تسووا بيتلي او هيك شغلات، لانه بتقدروا تسووا هذا دايركتلي من الفيسبوك تبعكم. مثلا شوفوا هاي، هذه التي شيرت هاي اسمها برودكتس اكزامبل تي شيرت، اكزامبل تي شيرت. بدنا اشي بسهوله يكون اسم الدومين، طلعوا اسم الدومين، طبعا هذا الدومين اسمه زي الزفت سيكون منه، بس بدنا مثلا هاي انه تيجي بسرعه، يكون اسهل من هيك. بنروح هون، بنروح على اونلاين ستور، اوكي اونلاين ستور، تذكروا نافيجيشن، بعدين هون بتحطوا يو ار ال دايركت. اوكي هلا هون بتحطوا اد يو ار ال دايركت. هلا الاولد باث، هلا هون بنكذب احنا على على الشوبيفاي، بنقول له مثلا هون عندنا تي شيرت 1 هي الاولد باث، وصارت النيو باث اللي هي هاي. هلا ايش بصير لما تروح بتحط تي شيرت 1 عندك بال بعد اسم الستور، هاي اسم الستور حطينا هون بعد اسم الستور، شايف من دون برودكتس واكزامبل تي شيرت، تحط سلاش تي شيرت 1. يعني تخيلوا اسم الستور تبعكم يكون، طبعا اسم الستور مش راح يكون زفت زي هذا، بيكون الدومين حلو مرتب. تي شيرت 1 ترى كيف بيودينا على نفس التي شيرت. لا لا ماجيك ماجيك ماجيك، شايفين كيف ودعنا؟ كمان مرة نجرب الماجيك كمان مرة يا حبايبي، تم ترام ترارام، شايفين كمان مرة. فهيك استعملوا انتم، ما تستعملوا شورت، دائما خلوا اسم الستور تبعكم يعني بجيب لينك كليكس اعلى، لانه بتعرفوا الناس يعني مش دائما بيضغطوا على، انا من الناس اللي ما بضغط على الشورت لينكس هدول، كل الشورت لينكس هدول ما بحب اضغط عليهم، وبعرف انه في كثير ناس زيي، فليش انه تضيعوا ال تخاطروا بالموضوع. لا مخاطره، لا حياه مع الياس، لا ياس مع الحياه، لا مخاطره مع الياس، لا مخاطره مع الحياه والياس، لا سمير مع الحفيظ. ولكن اريتكم الان، شو فرجيتكم كيف بدكم تسووا طريقه لذيذه خفيفه نظيفه كيف تسووا هذه التريك. اوكي سو هاي طريقه كيف بدكم تسووا شورتنينج. حينما أرسل tracking number للزبون ألن يشك أصلا أن البرودكت هو بالصين؟ ولهذا حبيبي مروان أنا طريقتي ما ببعت tracking للناس أصلا، أول عن آخر راح يعرف أنه من الصين، لأنه البرودكت راح يجي منظره صيني وبعدين راح يكون عليه صيني، يعني أول عن آخر راح الزلمة يعرف أنه من الصين. هلأ أنا بحب أنه أخليه للآخر يعرف من الآخر أنه جاي من الصين، يعني إلا إذا شد كتير بعطيه التراكينج نمبر. ولكن أنا عندي سبورت تيم اللي مش مسؤول على هذا الموضوع، يعني وظيفتهم أنه كل يوم يقعدوا يتناقشوا مع الزبائن، وآخر شيء إذا تمسح واحد يبعتوا له التراكينج إذا الموضوع من الصين. أوكي يعني زي ما بحكي لك، بس يعني أنت مش بعت له إياه من بلجيكا يا معلم، بعت له إياه وأنت من الصين يا حبيبي بالاخر راح اشوف كتابة صينية عليه، راح يخف ضبان مناخيره، راح يقول لك هوبا ضحكوا علي. يعني انت يا شيخ العزيز بالاخر راح يشكوا فيك ويقولوا انك انت من الصين، ولكن تعرف الصين احسن من انه تبعت له من المغرب مثلا المغرب راح يشك انه في شيء. اوكي كمان سؤال، كمان سؤال وخليني انصرف بعدين. راح افتح متجر واجيب برودكت واجرب الاعلانات ان شاء الله بنجح يا رب. ان عن لازم اقيم الايميلات لما اسوي، انا شوفوا اصراري عيب عليكم. إيه راح افتح متجر واجيب برودكت واجيب الاعلانات ان شاء الله يا رب ينجح، نجرب نفتح شغل بعيد عن الادسنس، واجيب سيره الادسنس، انا بكره الادسنس. لو كان المنتج سعره 10 دولار كم نعرضه كحد اقصى؟ حد اقصى، حد ادنى، احكي لي حد اقصى ممكن تبيعه ب 7 مليون دولار حد ادنى حبيبي، حد ادنى ممكن انه تبيعه ب 19 جنيه. مثلا تقدر تحطه 19.95 وتحط عليه شيبينج 2 دولار 3 دولار، ممكن تعمل هيك. هل من طريقه لعمل او جلب فيديو للبرودكت بطريقه امنه من ناحيه فيسبوك مجانيه؟ شو فيك يا برو؟ الطريقه المجانيه انك تبيعها، تشتري لحالك برودكت بدولار وتبيعه لحالك، فش غير هيك برو. I want to buy Thomas Barkley 5000 course. Do you recommend إسماعيل؟ أكيد تمزح معي صح؟ ده أكيد أكيد تمزح. هو عجيب بسيرته. لا أكيد تمزح. لا ما أعرف إنك تمزح. شكلك شفت البوست اليوم يا ملعون.
How about niche woman? Oh, niche woman طبعا طبعا طبعا. niche woman أكيد niche woman. niche woman يعني بحبوا هدول أدوات الطبيخ، أدوات ال تعرفوا ال niche woman is a big one. إذا كان المنتوج ماجي من أوروبا من warehouse في الدولة أمريكا أو أوروبا نعمل tracking number. أوه أكيد، يعني تخيل إنك باعت من أمريكا أو أوروبا ومش معطي tracking number، أصلا أنت بختاجئ يعني، بدك تقول لهم يلا خدوا هيو من أوروبا ومن أمريكا بعت لكم إياه انتظوا، فهمت كيف؟ إيه فطبعا سوي له tracking number إذا من أوروبا، بس من الصين دائما بخفي أنا tracking number. تعرفوا لما تبعت tracking number من الصين فضايح فضايح، يعني إيش بيكون، إيش علمتوني هاي، استنوا الفرشة بيكون الفرشة، الفرشة يا حبيبي الفرشة. وخا 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 سيفي برو، الله يلعن ابو سيفي برو، والله بدي اسوي له سيف. هل يمكن التعامل مع الدول الاسكندنافيه بالانجليزيه؟ ممكن، الدول الاسكندنافيه بيحكوا انجليزي بس شويه صعبين الدول الاسكندنافيه، وعندهم طرق دفع خاصه فيهم. اوكي دائما بدك تعرف شو طريقه الدفع الخاصه بدوله، كثير كثير مرات الناس بجربوا بفشلوا هناك لانه في عندهم طرق دفع خاصه، وللأسف إذا بدك تسوي بهذه الطرق لازم يكون في عندك بنك أوروبي، بنك بالدولة نفسها، خصوصا بألمانيا أظن في شيء اسمه سوفورت. بعرفش إذا لا ألمانيا ممكن إنه تسلك بسترايب، لا أظن والله لا، لازم تسأل حبيبي لازم تسأل. الله يلعن السيف، أشكرك يا ناس. short definition of scale. scale في عندي فيديوز على الجروب هذا بحكي فيه عن scale، هذا الفيديو من مرة مش على سكيلينج، هذا الفيديو شوي أكتر للبيجنرز. بالنسبة لأدوات الطبخ تكون أودينس كبيرة، ممكن شي نصيحة في أدوات الطبخ؟ في عندكم كتير انترست من أدوات الطبيخ. استنوا هون أنا لازم أسكر ولا شي نخرب بيتي أول شي. يي خلينا أوكي خليني أسكر هاي، بس من لازم مانجر تخربوا بيتي أنتوا. مين مصلتكم علي؟ توماس. عندك وسيلة دفع بالبيتكوين؟ لا يا زلمة بيتكوين، يا تقنع فيسبوك اني هون بسوي توتوريال انا. اوه باي ذا واي، باي ذا واي جايز، اخر شيء بدي افرجيكم اياه، لسه شايفين انتوا الهذا تبعي صح؟ بعد ما تسوي فيديو، بعد ما تبدوا الفيديو شوي زي ما قلت لكم بيكون كل الادز لفيديو واحد، هذا اشي ضروري تعرفوه. ايش بتعملوا؟ تروح على الاودينس زون بعد ما يكون واصل 1000 2000، لا مش اودينس سايز، ياي ما اعرفك. بتروح على الاودينس زون اوكي، شوف ايش بتسوي. اللي بحكي لي سيف كمان مره بدي اطلع فوق السطوح وازت حالي من فوق العماره، بدي ازت حالي. بتروحوا على الاودينسز، ايوه اسيتس اودينسز. شهاب جيتوا، يا ريتك ما جيت شهاب، روح روح وين ما كنت. create audience هون بتحطوا custom audience. ايش بتعملوا؟ بتسوي engagement على الفيسبوك. اوكي فيسبوك engagement on Facebook، كمان مرة guys بتروحوا create custom audience engagement on Facebook، بتسووا video post or ad، وهم بتختاروا الفيديو انه بتحكوا بدنا الناس اللي حضروا 75% من الفيديو، ممكن تسوي لهم اودينس. اوكي وبعدين هون بتسموه مثلا فيود 75% على سبيل المثال. هلا هون بتختاروا الفيديو، انو فيديو فيهم مثلا هذا، شوف شافوه 1000 واحد، هلا هون بس شافوه اثنين اللي هو انا وانتو او انا وانا، مثلا بنحط كونفيرم هون ونسوي اودينس من الناس اللي شافوا الفيديو هذا. اوكي هلا هون بسوي انتو ال audience هذا، ايوه populating، هون باخد له 3 4 ساعات قبل ما اسوي populating. ايش بتقدروا تعملوا من ال audience هذا؟ بتسوي لوكا لايك منه، يعني انتو بتحكوا له على الفيسبوك هلو مستر فيسبوك كيتو سووا لنا لوكا لايك من الناس، هون بتحكي له مثلا بال USA United States United States، بتحكي له سوي لنا لوكا لايك 1% من الناس اللي شافوا الفيديو هذا، 1% هو اقرب شيء هون 2.1 مليون، بتحط create audience. هلا طبعا بتسيبه بعد تقريبا لحد يوم يسوي الاودينس تبعه،
حسب قديش في الاودينس، وبعدين ممكن انه تستعملوا التارجتنج هذا تاع اللوك لايك دايركتلي هون بالاد سيت. بتسوي اد سيت جديد، بتسوي اديت هون، لا مش اديت، يعني لما تسوي اد سيت جديد بدل ما تختاروا كل هاي الامور ممكن تحطوا هان الكاستم اودينس. وين كاستم اودينس؟ فو 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 فو، هون بيكون في عندكم لوك لايك اللي سويناه هلا، لوك لايك فيديو كومبليتد، هاي الفيديو في 75. اوكي هون ممكن هلا هون ايش بسوي الفيسبوك؟ بفرج الاد تبعتكم لللوك لايك تاع اللي شاف هذا، طبعا بسويه اد جديد، شايف نوت ابروفد على الفيسبوك، بقول لك شو بعمل هذا، يمكن يقيموا لي اياه الاد اكونت. يلا 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 مش مشكلة، فداكم فداكم يا جماعة، ما بستعمله كتير هذا. اوكي انا لازم اروح لاني بدأ ينشف ريقي. ما بدي اروح اعطش من هلا، بكره بفيق وبدي عليكم، لا بدي ادعي عليكم ولا بدي تدعوا علي. المهم تذكروا انه wish this is a really good website to do all the products guys, for a lot of products here. ممكن تدخلوا عليه تاخذوا كثير افكار، زي ما فرجيتكم كيف ممكن تسوي gadgets. كتير 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 أفكار، ممكن تجربوا كتير أفكار عليه. المرة الجاية بعلمكم كيف تسوي مثلا تارجتينج لأشياء يعني غير الموبايل gadgets. بس لما أنتوا تسوي فيديوز ممكن تروحوا برود، ما تخافوا إنه تروحوا برود. أوكي دوكي حبايبي، وزي ما فرجيتكم التريك تاعت اللوك لايك هلا، يعني بعد ما يبين حتى لو دفعتوا شوية غالي للأول مشاهدات 1000 2000 مشاهدة، ممكن بعدين تسوي لوك لايك وممكن اللوك لايك هذا يشتغل، ممكن طبعا يشتغل ممكن لا، كله بيعتمد دائما شباب. هذه مش معادلة فيزيائية ولا معادلة رياضيات انه 1 plus 1 يساوي 2، لا هذا الاشي ممكن يزبط ممكن ما يزبط، بس الاشي الوحيد اللي بيميزك عن غيرك انه قديش انت راح تجرب، قديش انت راح تموت حالك تسوي تيستينج لأشياء، ضلك مستمر. طبعا بدك انه تضلك يعني فيك حيل ومؤمن انك بالاشي اللي انت بتعمله. اوكي حبايبي I need to go right now. احبكم بزاف، قنا احمق عليكم دراري، الله حفظ دراري الحبايب، دروكا نبغيو نروح، نسيت شان نروح. شان نروح شان نروح، احكوا لي قبل ما اروح. دروكا نبغيو يلا احكوا لي شان نروح، يعني نذهب نذهب نذهب، ممكن يكون نذهب. هو عشان متأخر الكومنتس فبقعد سنة زي الأهبل بطلع بتطلع الكومنتس. يي قط قط قط، نمشي نمشي نعس. صح صح صح، يلا دروكا نبغي ونمشي نعس دراري، كان نتقابل في غد، نتقابل ان شاء الله، لحفظ الوالدين، لحفظ الدنيا، لحفظ الصحة حبايب قلبي، يلا تصبحوا على ألف 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 خير. هاو هاو هاو، يوسفيكم بالعربية was here، ويوسفيكم بالعربية هلا بده ينصرف. باي باي، نمشي ننعس نعس. نلقي كنلقي بلاصة نعس فيها دراري.